تعالوا نروح لزميلنا محمد توفيق نتعرف منه على آخر الأجواء في فندق الإقامة. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه النادي الاهلي امام فاركو في اطار مباراه الجوله الثامنه من الدوري المصري الممتاز، المباراه اللي بيدخلها النادي الاهلي وهو على قمه جدول المسابقه بقياده مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق برصيد 19 نقطه، بينما منافس النادي الاهلي اليوم فاركو يدخل المباراه في المركز التاسع برصيد 7 نقاط بقياده فنيه جديده للكابتن ايهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق فاركو في اول تجاربه اليوم امام النادي الاهلي. يعني خلينا كلامك في البدايه عن اجواء معسكر الفريق هنا في الاسكندريه، يمكن النهارده اخر ايام فصل الخريف فالجو خريفي معتدل، درجه الحراره بنتكلم من 18 ل 20 درجه مئويه، اعتقد جو اكثر من رائع لان احنا نشوف مباراه كره قدم جيده باذن الله رب العالمين. كان النادي الاهلي اختتم استعداداته لمباراه اليوم بمران اخير كان في الساعه 10 ظهرا امس الاثنين على ملعبه بمقر الرئيسي بالجزيره، يمكن سبق التدريب الاخير محاضره مطوله للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر اتكلم فيها مع اللاعبين عن كل النقاط الفنيه اللي يعني ان شاء الله يتم تطبيقها في مباراه اليوم، وان شاء الله يكون في توفيق للجهاز الفني واللاعبين ونشوف مباراه كبيره باذن الله تتوج في النهايه بفوز النادي الاهلي. بعد كده المران اشتمل على فقرات كثيره جدا بدنيه وفنيه وانتهى بتقسيمه في النهايه، من بعدها اتحرك الفريق الى هنا الى مدينه برج العرب بمحافظه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق منذ ليله امس. الفريق النهارده كمان بدا يومه مبكرا جدا كابتن ايمن هنا في معسكر الفريق، يمكن الفطار كان في تمام التاسعه والنصف صباحا، من بعده زي ما تعودنا بقى مع مستر مارسيل كولر بقى في فقره انشطه او اكتيفيشن بتبقى في تمام العاشره والنصف لمده ربع ساعه عشان اللاعبين ما يخلدوش لوقت كبير جدا للراحه، يكون في تمارين وزي ما بنقول كده استريتشات خفيفه في النص. من بعدها كان الغداء في تمام الساعه الواحده ظهرا، وفي هذه الاثناء وانا مع حضرتك يعني بتبقى المحاضره واللمسات الاخيره اللي بيلقيها الجهاز الفني على اللاعبين ولحظات قليله وهنتحرك الى ملعب المباراه اللي بيبعد فقط ربع ساعه عن فندق الاقامه هنا في مدينه برج العرب. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي واداء مباراه كبيره وان شاء الله العوده الى نغمه الانتصارات والتربع على قمه المسابقه من جديد. كمان طاقم الحكام النهارده بنتمنهم التوفيق بقياده كابتن طارق مجدي وعاونه احمد حسام طه عماد العقاد وحكم رابع هشام القاضي وعلى تقنيه الفار مصطفى مدحت ومحمد عزازي. كل الاجواء هنا اكثر من رائعه كابتن ايمن، يتبقى فقط دعوات كل جماهير النادي الاهلي وباذن الله يبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، شفنا الاجواء ان شاء الله مهيئه لعرض كويس باذن الله النهارده ومكسب المباراه.